راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 7 من شهر 1 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار التي عناوينها. استشهاد 3 من الثوار رميا برصاص القوات المشتركة وإصابة العشرات بجراح في مظاهرة الخرطوم. القوات الأمنية تقتحم مستشفى الأربعين بأمبرمان وتعتدي على المصابين والأطباء وتطلق البومبان على حوادث الخرطوم. خروج 100,000 من السودانيين للشوارع والسلطات تقطع الانترنت وتطلق الكباري بالحاويات. مظاهرات ومواقف في كل ولاية السودان ترفض الانقلاب وتطالب بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأ لكم الصادق مصطفى زكريا. خروج 100,000 من السودانيين للشوارع في مدن الخرطوم الثلاثة والولايات في مليونية 6 يناير التي دعت لها لجان المقاومة وسط هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الكامل وعودة العساكر للسكنات، في وقت قطعت فيه السلطات خدمات الانترنت والمكالمات من ولاية الخرطوم وأقلقت كباريها الرئيسية بالحاويات وقفلت الشوارع الرئيسية بالأسلاك الشائكة وسط انتشار أمن كثيف للجيش والأمن والدفاع والأمن والدعم السريع وأبو طيرة. وواجهت القوات الأمنية المشتركة المواكب السلمية بالعنف المفرط والاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدماء والقنابل الصوتية والاعتقالات لوقف السيول البشرية من التقدم إلى وجهتها المعلنة وهو القصر الجمهوري وسط الخرطوم. وردت المتظاهرون اللاعات الثلاثة وسط هتافات تقفي الشارع تقفي الكوبري يا برهان جايين الدخلي. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بمواكب الخرطوم في هذا الخصوص: وفي هذه الأثناء أدى استخدام القوى المفرطة والبومبان الكثيف المصحوب بالقنابل الصوتية من قبل القوات الأمنية المشتركة أدى إلى وقوع 3 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في صفوف الثوار بمواكب العاصمة الخرطوم وأم درمان وبحري أمس الخميس. وأعلنت لجنة الأطباء في بيان عصر أمس عن استشهاد 3 من الثوار، 2 منهما في مواكب محلية أم درمان، أحدهما أصيب برصاص حي على الرأس والثاني برصاصة في الحوض، فيما استشهد الثالث في مواكب بحري شرق النيل برصاص القوات المشتركة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 60 شهيدا. اقتحمت القوات الأمنية المشتركة أمس مستشفى الأربعين واعتدت على المصابين والكوادر الطبية ما أدى لوقوع إصابات بحسب بيان صادر من وزارة الصحة بولاية الخرطوم على صفحتها بالفيسبوك. كما اقتحمت القوات أيضا مستشفى الخرطوم وألقت القنابل المسيلة للدماء داخل حوادث المستشفى. وحملت الوزارة في بيانها قوات ما أسمته بالمجلس العسكري الانقلابي سلامة المرضى والكوادر الطبية، ودعت الوزارة كل المنظمات الدولية بتوثيق هذه الانتهاكات التي تتعدى على حقوق الإنسان وتخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية. ومن جهة ثانية أعلنت لجان أحياء بحري في بيان عن تعرض مواكبها لقمع مفرط وإطلاق للرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين في المحطة الوسطى وحلة حمد وحي الأملاك من قبل قوات ترتدي أزياء الجيش والشرطة ومكافحة الشغب والشرطة الأمنية والاحتياط المركزي أبو طيرة.
رفع المتظاهرون في ولايات شرق السودان ومدنها الرئيسية اللاءات الثلاثة في مواكب حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف في مدن بورت سودان وكسلة والقطارف وحلفة جديدة. وجدد المتظاهرون الذين خرجوا في حشود كبيرة بمدينة بورت سودان وكسلة والقطارف وحلفة جديدة جددوا رفضهم للانقلاب العسكري بقيادة البرهان ونائبه حميدتي وطالبوا بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. وشهدت مظاهرات القضارف اعتقالات في صفوف المتظاهرين ومطاردات داخل أحياء المدينة. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بمدن كسلة والقضارف وبورت سودان في هذا الخصوص: سكناتك أرجع، سكناتك سلم، شركاتك أرجع، سكناتك سلم، شركاتك أرجع، سكناتك سلم، شركاتك أرجع، سكناتك. وفي وسط السودان تظاهر عشرات الآلاف في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وصيت هتافات لا للشراكة مع العسكر ولا للتفاوض ولا للمساومة ويسقط الانقلاب. وجددت الحشود في شوارع مدن ودمتني ورفاعة بالجزيرة وكوستي بولاية النيل الأبيض وسنار والسنجة بولاية سنار والدمازي بولاية النيل الأزرق رفضها للانقلاب ومطالبتها بالحكم المدني الكامل وسط هتافات يسقط البرهان وحميدتي وحكم العسكر. فيما ردد المتظاهرون شعارات مماثلة في مدينتي كوستي والسنار والمناقل. وشهدت مظاهرات كوستي إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ووقوع اشتباكات عنيفة بين الثوار والقوات الأمنية. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم في الولايات في هذا الخصوص: في غرب السودان شهدت ولاية دارفور مظاهرات ومواكب متزامنة مع مليونية 6 يناير التي دعت لها لجان المقاومة ضد الانقلاب والمطالبة بالحكم المدني. وشهدت شوارع مدن نيالا والزالنجي والطائن والفاشر والجنينة خروج الآلاف للشوارع وهي تندد بالحكم العسكري وانقلاب البرهان حميدتي. وردد المتظاهرون في نيالا والفاشر والطائن والزالنجي بوسط دارفور هتافات موحدة مثل تقفل شارع تقفل كوبي يا برهان جايين الدخري ولا لا للشراكة ولا لحكم العسكر مدنية بس. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بمدينة زالنجي في هذا الخصوص: خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين بمدينتي الأبيض وبارة بولاية شمال كردفان بالتزامن مع مدن السودان الأخرى في مليونية 6 يناير لإسقاط الانقلاب. وردت حشود من المتظاهرين بمدينة الأبيض ومدينة بارة هتافات تطالب بالحكم المدني الكامل وترفض انقلاب البرهان حميدتي وتدعو العسكريين للعودة للسكنات. وأكد المتظاهرون في الأبيض وبارة تمسكهم بشعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة ورددوا في ذات الوقت اللاءات الثلاثة. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بمدينة الأبيض وبارة بشمال كردفان في هذا الخصوص: وفي شمال السودان انتظمت المواكب بولايتي نهر النيل والشمالية في عدة مدن من بينها عبدرة والتامر وطنقلة متزامنة مع مليونية 6 يناير التي دعت لها لجان المقاومة بالعاصمة والولايات. وردد المتظاهرون في عبدرة والتامر وطنقلة مع مدن ومناطق أخرى هتافات موحدة
ترفض الانقلاب العسكري للبرهان وحميدتي وتطالب بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. وردت المتظاهرون أيضا في نهر النيل والشمالية نفس الهتافات واللاءات الثلاثة التي جرى ترديدها في مواكب مليونية 6 يناير بالخرطوم ومدن أخرى بالولايات. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بمدن عطر والتامر وضنقل في هذا الخصوص: وصفت مبادرة إعلامي وصحفي شمال دارفور اعتداء الشرطة والقوات النظامية الأخرى على المتظاهرين بالخرطوم والولايات الأخرى بأنه ردة حقيقية عن أهداف الثورة ومبادئها ومطالبها العادلة المتمثلة في حرية التعبير والاحتجاج السلمي. واستنكرت المبادرة في بيان لها هذا السلوك المشين من هذه القوات وطلبت بالكشف الفوري عن هوية المعتدين ومحاسبتهم على ما اختلفوه من انتهاكات ضد الثوار، خاصة الذين مارسوا القمع الذي تم على الصحفيين الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني والمواطنين الذين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. وأدانت المبادرة في بيانها الاعتداء السافر الذي تعرض له عدد من الصحفيين ومراسلي الصحف، فضلاً عن الاعتداء للمؤسسات الإعلامية من قبل أفراد الأجهزة النظامية الذين إنهالوا على الصحفيين بالصف والرجل والقمع وإتلاف معداتهم ونهب مقتنياتهم من وقت لآخر. واصل الأمين العام للأمم المتحدة حث جميع أصحاب المصلحة السودانيين على إيجاد أرضية مشتركة نحو مسار يلبي التطلعات الديمقراطية المشروعة لجميع السودانيين. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على الأرض يستمر الممثل الخاص للأمين العام وفي التواصل مع جميع السودانيين أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الجماعات المدنية والجيش بجميع مستوياته للمساعدة في بناء الثقة وتضييق الفجوات والتواصل على توافق في الآراء بشأن حل عملي للمضي قدما. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان العنف المستمر الذي يستهدف المتظاهرين ودعا قوات الأمن السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق حرية التجمع والتعبير. الخبر الأخير في النشرة: أعلن نائب رئيس هيئة الأركان عمليات الفريق خالد الشامي عن بدء تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام اعتبارا من يوم الخميس بمعسكر جديد السير للتدريب العسكري بالفاشر لعدد 3300 عنصر من قوات الحركات والقوات النظامية. وأعلن في مؤتمر صحفي بمدينة الفاشر الخميس أن المرحلة الأولى ستبدأ بتدريب وتشكيل القوى الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور. وأوضح أنه وبعد الانتهاء من العمل في إنشاء هذه القوة سيبدأ العمل في تشكيل قوة حماية المدنيين التي تتألف من 12 ألف عنصر من القوات النظامية وقوات أطراف العملية السلمية. من جانبه رحب والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن بإعلان وزارة الدفاع بدأ الأمل في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بدارفور انطلاقا من تشكيل القوى الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.